وصلنا لليوم العاشر من تحديات الكريسماس او تحديات سقوط الثلج، فان شاء الله راح اشرح لك بهذا المقطع التحدي العاشر تبع يوم 27 ديسمبر والا كيف تساوي بالضبط لحتى تخلصه بكل سهوله وتاخذ السبراي اللي ظاهر امامكم. فكنت دعم بالاتم شوب دي متسع اللي ظاهر امامكم، ولا تنسى تشير هذا المقطع مع اصحابك لو استفدت من المقطع، وتحط لايك تيك توك كومنت ليوصل لكل مكان. ويلا مع بعض فلو ولا بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لتحديات الكريسماس يا شباب، في شيء انا عم انكتب لي بالتعليقات وعم يرسل لي اياه على الانستغرام والديسكورد، حابب نبهكم على شغله قبل ما اقلكم على هذا التحدي. يا شباب هدول التحديات في بعض منهم جوائزهم تافهه، يعني مثلا بتلاقي سبري، بتلاقي ايموجي، الشغلات مو حلوه وما لها مستاهل انك انت تعمل عليها تحدي مشان تاخذها. ولكن بدي نبهكم على موضوع بانه السكنين اللي ظاهرين امامكم اللي هو سكن البنت وسكن سنومان، السنومان اخذناه بتسع تحديات، اما سكن البنت رح ناخذه على 12 تحدي، يعني بينطلب منك انك انت تخلص 12 تحدي او تسع تحديات لحتى تاخذ السكن تبع سنومان على 9 تحديات وتاخذ سكن البنت على 12 تحدي. فانت خلص التحديات بشكل كامل مشان تحصل السكنات، واهم شيء تحصل البيكاكس هدول والاشياء كلها بشكل كامل. كل شيء موجود عندي بالقناه، فوت شيك عليها لو نقصك اي شيء. بالنسبه لتحدي يوم 27 ديسمبر، هذا التحدي يا شباب بيطلب منك انك انت تتخبى داخل سنيكي سنومان 3 مرات بثلاث ماتشات مختلفه، يعني بكل ماتش بتنزل مره واحده بتتخبى داخل رجل ثلجي اللي ظاهر امامكم، وبينحسب لك واحد من ثلاثه، بتساوي هالشغله 3 مرات بثلاث ايام مختلفه وبيخلص معك هذا التحدي. يعني بكل بساطه انا لحلمك هلا شغلتين، الشغله الاولى انك انت يا اما بتنزل على منطقه الثلج اللي عند الجبال قريبه على منطقه ريتارو، يا اما بتاخذ القنبله تبع اللي ظهر امامكم اللي هي باسم سنيكي سنومان جرينيد، ترميها على حالك وبتتخبى بداخله وخلص هيك انت الموضوع. عندك احد الخيارين، هذا بتلاقوه بكافه انحاء الماب، بتاخذه عندك وبترميه وتتخبى فيه. والشيء الثاني اللي بدي لكم عليه اللي هن على الاماكن عن منطقه ريتال، بتقدر تنزل هنيك مشان ما تضيع وقت، وتنزل عند رجل الثلج تتخبى فيه وتطلع من الجيم وترد تفوت تتخبى برجل ثلج ثاني وبيخلص معك هذا التحدي. انا هلا احضركم مع مقطع بسيط بورجيكم وين اماكن سنيك سنومان بالنسبه لريتارو وانهي المقطع تبعي. فكنت دعم بالاتم شوب دي متسع اللي ظهر امامكم، بتشكركم على الدعم فيه وبرعايه الله. Yeah.